اخوي ماجد. مساك الله بالنور اخوي ابو احمد. اسلمك يطول بعمرك، تفضل. تم فضلك اخوي، بس بغيت اتكلم بخصوص المسائي، طلبة المسائي. نعم. اي نعم. تكلمنا اكثر من مره مع اكثر من مسؤول من 96 زين، مع كان مسؤوله المسائي نوريه الصبيح. نعم. على الاختبارات، اختباراتهم نفس الصباح. يعني هذا مسائي ومتزوج ووظيفه ودوام. يعني شفت الاحداث اللي صارت برمضان واللي قبلها، احداث الشغب والمظاهرات، بعض الوكلاء والنظار اتصلوا الطلبه لانهم تعرف اكثر الطلبه عسكر. زين استاذ، اساس ماجد الوقت شو اللي تبي بالضبط اساس يسمعك مع الوزير؟ ما في تسهيل من النظار على سالفه الطلبه الدوام. يعني تدريس المسائي متوقف يعني؟ لا، يفصلون الطلبة إذا ما داوموا وانت عارف. يعني اللي ما يداوم يفصلونه. أي نعم، عرب. حلو. هذه واحدة. والاختبارات نفس الصباحي. اثنين. عرفت، يعني المسائي المفروض اختباراته أسهل من الصباحي. نعم. أي. والثالثة اللي هي الروضة، الطلبة نزلوا منهج إن الروضة راح يعطونهم منهج تعليمي. السنة هذه ماكو لا منهج تعليم ولا شيء، كله تعرف شنو نظام أقاني ورقص، هذا تعليمهم بالروضة. ماجد، أستاذ ماجد، رسالتك وصلت إن شاء الله معالي وزير التربية. اسمعك الدكتور بدر العيسى في اتصال ثاني.